ورجعنا لكم من جديد مع كيمي وجيجي ستايلينج وانتقاداتهم وآرائهم حول موضة خريف وشتاء 2018. أهلا كيمي، أهلا أهلا جيجي، أهلا فيك. كيفكم؟ الحمد لله. إيش حتعطونا اليوم؟ اليوم بالفول 2017 اوكي ذا فاشن، ايش الترند، ايش الترند المفروض يكون؟ سو بيسكلي اول شيء البيسك ترندز مثلا حق 2017 2018 اول شيء تعتمد على الكالرز، فراح نتكلم عن الكالر اللي هو الريد والسبستيتيوت له اللي هو البينك. استغفر الله، احمر قلت راح نشوف. شفتي عبير؟ يعني عبير كله ريد كله من فوق لتحت. لما نقول ترند مو لازم احنا نتمسك فيها. صحيح. لا ابدا. ومثلا لما نقول مثلا ترند احمر يو كان وير مثلا ايرينجز، ممكن تلبسي شوز، ممكن تلبسي سكارف شراب، ممكن تلبسي شراب، ممكن تلبسي الحين بيجي شيء مره حلو بالشراب، ممكن تلبسي بيس. ايوه بلس درجات، يعني اللون له درجات كثيره. صحيح. فمثلا الدرجات البرايت اللي على اورنج تصلح على درجه على شخص معين، وفي البرجندي زي اللي انت لبسته مره حلو. صح. هذا برجندي يعني مو في شوي بس، يعني هذا برضه لما اغمق درجات الاحمر. حلو. صحيح. يعني هذا ممكن يطلع حلو عليكي. ايوه انا البس ده اللون احبه، فعشان كذا لما نقول ريد مو شرط هذاك الريد اللي في بالك. طيب نشوف الصور الان اللي جاهزه معانا. طبعا هذه صور يا ساتر. اوكي بيجيكي كوما. طيب انا بقول لك شيء، هو يوجوالي احنا لما نشوف الرد، اول شيء احنا لما نقرب على الكريسماس ونيو يير دائما في رد. طبعا بس مو دي الدرجه الا لا. لما وبرضه لما نقول ترندز البيسك ديزاينرز يعني زي جيفانشي وفاندي وبرادا كلهم حطوا الرد كثير. عشان كذا اصلا سميناها ترند. زي ما قلت لكم مو شرط ابدا نلتزم فيها، ممكن تلبسي كل لبسك اسود وبس شوز ريد. هذه الرنويز حقت لمين؟ جيفانشي. جيفانشي او ممكن جاكيت او فورير كبير احمر على اسود زي ما بتقولي، زي كذا يعني، او قطعه حمراء او شنطه حمراء كبيره. بالضبط يعني. بالضبط. هو انا حابه اقول حاجه. لا والله فعليا اللون الاحمر معروف علميا اصلا، واطباء الصحه النفسيه دائما يقولوا اللون الاحمر هو لون اصلا يخلي الشخص متنرفز، يخلي الشخص ستريس بشكل عام. هذا اللون هو يجيب الاتنشن فعليا، يسوي توتر دائم. حتى لما تلاحظي في المدارس ايام زمان، ما ادري يعني مدارسكم بتختلف عن مدارسي، يعني كان اللون اللي مره متعارف عليه السماوي. ليه دائم لون السماوي مثلا كان افضل للاطفال يستخدموه؟ ليش اللون السماوي كان يتحط في المدارس؟ لانه اول شيء عفوا مريح للعين، ثاني شيء اصلا هو اللون يعطيكي كده راحه وهدوء نفسي وسلام. صحيح. داخلي. يمكن احنا عندنا بس جذاب، ترى جذاب. مين يا امي؟ جذاب مره. لو تلبسين اي شيء احمر ترى جذاب. بس انا كبيري في الاحمر روج وانا اسفه. لا بس انت حلو الروج، حتى الروج ترى ستيتمنت. لا تنسي انه في اوروبا وامريكا انه الشتاء ظلمه، الشتاء دارك رمادي، فعشان كذا لما تلبسي قطعه لونها زاهي كذا او باهر يعني قوي بيدي تغيير ترى للنفسيه، بدل كل شيء له رمادي واسود، فالاحمر انه موجود في الخريف. اوكي انا انت الحين بدات تغلطي، لانه انت عارفه انا احب البس رمادي يا جماعه، لانه انا دائما البس رمادي ودائما هي تهزئ لا تلبس رمادي لا تلبس. هنتناقش في هذا الموضوع انا وريم، لكن مشاهدينا لازم نطلع فاصل عشان اعرف اتفاهم رجعنا مشاهدينا مع غاده وهيفا. وطبعا احنا في الفاصل زي ما قلت لكم هتفاهم مع ريم بالنسبه للاشخاص اللي يلبسوا رمادي. الحمد لله تفاهمنا ووضحت وجهه النظر. بس برضه بقول لك يا عبير الاحمر يليق بك واكيد في درجه حتليق بك اكيد يعني. Watch yourself. لا شوفي هو في حاجة حلوة إنه غادة قالت لي إنه من جد يعني الرمادي يعتبر من الألوان اللي إيش؟ هو لون الغموض، فإذا على حسب أنت إيش تبغى. يا غامضة. أنت شخصيتك مرحة ما أنت غامضة عبير، لا تحاولي. لا تحاولي تعيشي شيء الجو من خلال الملابس. حسني كشخة. لما تقول لي غامضة حسني كشخة. طيب خلينا نكمل الصور مع بعض. الله الله يبارك.
البينك هذا حلو. البينك هو البريدكشن يعني هو الحين طالع طبعا الديزاينرز مطلعينه وبرضه يعني اي بريدكت فروم ماي اون بوينت اوف فيو يعني شخصيا انا اتوقع انه برضه راح يصير اكثر واكثر حلو يعني بينك هذا اللي على بيربل اللي جاي على اليمين هذا زي موضه التسعينات لما كانوا كل شيء ماتشي ماتشي اللي هو الجزمه نفس الشنطه هذا رجع ثاني الموضوع راح لاحظت الستاكينج حتى ما هي شفافه لا حتى الستاكينج برضه بينك وفي البينك اللي هو على جلتر ايوه اللي في النص كان احلى ايه فحلو عارفه اللي شويه في يعني في ايوه وفي نفس الوقت نفس الوقت في الوان غامقه اللون الغامق حتى الديزاينرز يعني في حتى ستيتمنت يقولون ان الديزاينرز حابين ينشرون السلام يعني نوعا ما مع البوليتكس مع الدراما قديش محتاجين احنا قديش محتاجين ان احنا نلبس بينك ايوه اجل نلبسهم احمر يتوتر يقوم يقتلوا الناس لا يا عمي نلبسهم رمادي طيب نشوف الصور اللي بعدها واو ماي جاد لا انا حطيت صراحه المن هذه الصوره الوحيده لي للمن لابسين بينك ليش؟ ايوه لانه يوجولي المن يخافوا من البينك هاوفر ترى مره حلو هذا اللي في النص تحسي عادي مرة شوي مره حلو اذا لاحظتوا إيه اذا لاحظتوا مره حلو المخمل الجاكيت الطويل اللي مع الاورنج مره إيه عجبني حلو وحتى الفوشيا اللي على اليمين مع الاحمر ايوه يعني حتى اللي مع الاسود فانا this is my message to the men انه يعني بي شويه ديرنج تجرأوا اكثر مره حلو شوفي ممكن عجبني الفوشيا يعني ممكن هذا اللي في الوسط ممكن اخر واحد على اليسار اوكي اللي هو رمادي لازم الرمادي يدخل اللي هو رمادي وزهر اوكي لكن مثلا انه رجل يلبس مثلا البينك مع الاورنج او الالوان ثانيه ما تحسيها شويه قويه خصوصا لمجتمعاتنا العربيه يا غاده صح اي اجري عفوا هيفا اي اجري وذ يو انه ممكن مثلا شوي شوي يعني مثلا ممكن الحين تي شيرت ممكن توب بس مو اوفر مو كل مو يعني داخل البينك داخل البينك طيب فانا بس ابغى اجرأهم انه يعني خلينا نشوف الصوره اللي بعدها الاخيره ايش عندنا اوكي هذه اسمها دي كونستراكشن سو بيسكلي كل شيء انت متعوده تشوفينه بطريقه شوفيه بطريقه ثانيه زي ما تلاحظون اللي على اليمين مو الرمادي الاسود هذه حطيتها في العبايه الاسود والفيونكات هذه الاسود والفيونكات هذه موجوده صح انت لابستها في العبايه مره حلوه الفكره مره اي فعجبتني وبلس اللي على اللي الكراهات انا هذا كله عجبني لانه كله اشياء غريبه حتى هذا فهو كل شيء انت شفتيه هو اسمه ديكونستراكشن يعني كونستراكشن معناته بناء على طريقه معينه ديكونستراكشن معناته مس يعني تغيير يعني حلو المسي exactly. ما زال انتم معلش اقول لكم شيء ترى انا كبيره يعني عمري بس فعليا الستايل المسي هذا الملخبط المنكوش حتى الشعر ترى انا اخلص هوا انكش شعري ما ارتاح في شيء مرتب الترتيب هذا ما زال معانا انه لما يكون المسي كده ما زال انه موضة صح من جد صح زين يعني يونيك 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 انا شيء يونيك طيب كيمي وجوجي ستايلينج شكرا لتواجدكم معانا اليوم اكيد حتكونوا معانا الاسبوع الجاي مشاهدين بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم نشوفكم بكره في نفس الموعد في حفظ الله كل الصور ايوه لحظه في شيء